بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله. المحاضرة الماضية والمحاضرة القادمة تحدثنا عن الكثير من المواضيع اللي هو أو الكثير من المواضيع التي تتعلق بإدارة اللي هو إدارة المشاريع في طبعا إحنا بنعمل جدول للمشروع الثلاثي، هناك مجموعة من الأمور التي لابد من عملها أثناء الجدولة. طبعا المواضيع اللي احنا تم اللي هو التطرق لها أثناء عمل اللي هو مشروع النشاط لابد من عملها جميعا، تدي كل شغلة احنا عملناها انت مطالب باللي هو عمل نموذج لها أثناء عمل جدول التمارين المشروع معك. تمام؟ مع مثلا انت مطالب في باضافه نوت او ملاحظات على المهام، على بعض المهام انت مطالب بعمل اللي هو الاعمال المكرره او المهام المكرره، انت مطالب بعمل او ادراج عمل او ادراج مهمه ضمن كالندر خاصه، سواء كانت هذه الكالندر للمهندس الكهربائي او ما شابه. انت مطالب ايضا باللي هو اللي هو يعني اثناء التقييم انا بدي اشوف انه انت استخدمت اللي هو الاي داي، انت استخدمت هو خاصيه تقليص المده الزمنيه للمشروع بالعمل ضمن الاجازه. مطالب ايضا باللي هو يعني اشوف اقل شيء اربع مهام، كل مهمه في عليها قيد معين، تستخدم على الاقل تو كونسنترين او تو فليكسبل كونسنترين وتو انفليكسبل كونسنترين. في المحاضره الحاليه ان شاء الله حنتحدث ايضا عن بعض يعني بعض الشغلات اللي لها علاقه بالجدوله الزمنيه. بدايه لو اجينا الان نشوف اللي هو كيف احنا بالتنظيف اللي هو اول شغله الديدلاين للمشروع، الديدلاين للمشروع الهندسي. إضافة الديدلاين للمشروع الهندسي فعلنا طبعا هنروح إن شاء الله على الموضوع عشان نعمل ديدلاين للمشروع. هنروح على اللي هو قائمة تاسك. تمام، عندي هنا على قائمة تاسك. اوكي، عندي هنا قائمة تاسك هنا. اوكي، هروح على الانفورميشن. اوكي، لما وصلنا الانفورميشن هنجي هنا على الادفانس. لاحظ عندي هنا في حاجة اسمها الديدلاين. بالتالي هذا الديدلاين لو احنا حددناه بصير انا الان حددت بداية المشروع طبعا الانفورميشن، طبعا الانفورميشن على جنرال، عفوا على لا من اللي هو project information هنا. بالتالي احنا عملنا اللي هو جدولة عبارة عن جدولة من الـ start date. بالتالي احنا هنبدأ في 1/4 ونبدأ اللي هو المشروع. تمام، هذه هي بداية المشروع. اوكي، الآن لما احنا نجي هنا على task من task على information ونحدد deadline للمشروع، طبعا قائمة task على الأمر information هتظهر عندي هاي الواجهة. تعال هنا على ادفانس، بالتالي في حاجه اسمها الديدلاين. تمام، في حاجه اسمها الديدلاين. الان الديدلاين للمشروع، الديدلاين للمشروع هنا على فرض انه انا حابب اللي هو يكون مثلا في شهر 8 25/8. اوكي، تمام. الان نهايه المشروع لو انت شايف هنا، تمام، في نهاية المشروع هتكون في شهر 8. اوكي، هتكون في شهر 8. بالتالي تعال عندي هنا شهر 8 هذا هو نهاية المشروع. تمام، اوكي. اذا لو جينا كمان مرة على التاسك او على التاسك، طبعا التاسك هنا على انفورميشن، من انفورميشن على ادفانس. تمام، احنا عايزين اللي هو يكون عفوا الديدلاين في 12/7. لاحظ اللي هو الديدلاين في 12/7. طبعا في شغله بس احنا اخطانا فيها نشوف. تمام، انت الان في
بتروح على آخر مهمة في المشروع، تمام؟ وبتضغط اللي هو على تاسك من تاسك على انفورميشن، ومن هنا بتحدد لي على ادفانس اللي هو تاريخ نهاية المشروع. تاريخ نهاية المشروع نفترض ان انا عايز في 15/8 اللي هو تاريخ نهاية المشروع اللي هو 15 أغسطس. اوكي الان لاحظ عندي هاي اللي هو المهمة. لو اجينا هنا عند 15/8 لاحظ في عندي اللي هو سهم اخضر، هذا هو بيدل لي على اللي هو تاريخ نهاية المشروع. طبعا هنا انت محدد لي فقط تاريخ بداية الاسبوع، تمام؟ انت لو قربت هنا من هاي الخانة هيحكي لي والله انت هتبدا هذا الاسبوع من 7/8 اوكي لا حد اللي هو 13/8 اوكي. طبعا انا لا بدي تاريخ كل يوم اوكي، زي ما احنا شايفين هنا كبرنا شويه. بتلاقي هنا جاب لي اليوم والساعه، لا تاريخ كل يوم هنا لاحظ عندي 15/8 ل 21/8، لاحظ هنا 15/14 هاي 15/8، عندي اخر يوم في المشروع هو 15/8 يكون يوم الاحد، تمام؟ هيك بنكون حددنا تاريخ نهايه المشروع. طب ايش بيلزم تحديد تاريخ نهايه المشروع؟ طبعا في المشاريع دائما بكون هو حدد لي فتره المشروع او فتره الزمنيه للمشروع. طبعا عمليه الجدوله لازم تكون ضمن الفتره الزمنيه اللي تم الاتفاق عليها اثناء العقد. وبالتالي احيانا بتحكي لي والله عندي مثلا هذا الشيء اللي هو مثلا انشاء قصر العدل، انشاء قصر العدل تم ترشيته حسب على بناء على اللي هو المقدره على الانتهاء ضمن الجدول الزمنيه المحدده. بالتالي هم حددوا 95 يوم يعني 95 ديز عشان هو يعملوا المشروع اللي هو قصر العدل في منطقه المغرب. الان هذا المشروع لم تستطيع اي من اللي هو الشركات عمل اللي هو جدول الزمنيه بتنهي حسب معلوماتي يعني تنهي في 95 يوم. بالتالي في شركه معينه والله عملت جدول الزمنيه وتم ان هم رجعوا الجدول الزمني وامكانيه اللي هو التنفيذ في 95 يوم، وبالتالي رسى عليها اللي هو المشروع. اذا هنا بكون حدد لي اللي هو مده زمنيه للمشروع، وحيكون حدد لي ايضا موضوع اللي هو البدايه، تاريخ البدايه. حيحكي لي انه والله انت لازم تبدا يوم كذا، نبدا مثلا في 1/4 95 يوم، عندي 30 يوم في 4 و31 يوم في 5 و30 يوم في 6 هي عندي 91 يوم واربع ايام في شهر 7. هيك احنا لازم نحدد 4/7 ديدلاين اوكي. بهاي الطريقه بنكون حددنا البدايه وحددنا النهايه، تمام؟ الان ليش طب نحدد النهايه؟ في المحاضره الماضيه حكينا عن كونسنترين، في انفلكسبل كونسنترين اللي هو الغير مرنه. بالتالي يعني هاي الانفلكسبل كونسنترين او قيود على المهام، قيود غير المرنه على المهام. لما انا احدد والله عند اخر مهمه احكي له ماست فينش اون، اللي هي ثالث واحده او ماست فينش اون ثاني واحده من القيود غير المرنه، لازم اخلص في هذا اليوم وانا عندي الديدلاين كمان. بالتالي لو انا عندي الان اي خلل يعني، بالتالي لو احنا افترضنا انه عندي هاي المهمه، شايف متى لازم اخلصها؟ هو تاريخ النهايه 14 اغسطس، تمام؟ طيب هنا لو فرضنا من هنا لا عشان تضبط معنا اوكي او شوف الليت عشان نشوف الشغله بس، اعمال الصحيه او اعمال فتح الطوار. طيب اعمل لي هنا لاج مثلا 50 يوم، 50 يوم اوكي، عملنا لاج 50 يوم اوكي تمام. الان كده الان اخر موعد لاحظ هنا ظهر لي العلامه تمام. تستسكوش باست الديدلاين، اللي هي يعني حتصير بعد الديدلاين، في مشكله الان تمام. طيب لو احنا عملنا هنا قيد الان، قيد عفوا من هنا جينا على قيد هنا وادفانس وبالتالي ماست فينش اون تمام، وحددنا تاريخ اللي هو الديدلاين اللي هو 15/8
شوف ايش بده يعمل لي البرنامج، هل البرنامج بيقدر يعمل لنا حاجه؟ فعم يحكي لي هنا طبعا انه كونتينوس، عمل لي اللي هو اللي بدك اياه الكونفليكت بالدفع. تمام الان هو شد هذا بالتالي غير اعدادات البرنامج بما يضمن انه نخلص الديدلاين. تمام خلص الديدلاين، بالتالي المهام اللي قبل صار يشتغل على اوقاتها ونشتغل في ايام الاجازه ونشتغل، بالتالي عمل اللي هو الان ايش؟ حدد اخر مهمه بتاريخها وبتاريخ الديدلاين، بالتالي ما يعني بتاريخ الديدلاين. تمام؟ هاي بالنسبه ليش احنا حددنا الديدلاين للمشروع. لان الشغله الثانيه في اللي هو برنامج ام اس بروجكت، تعال نشوف حاجه اسمها الكريتيكال باث ميثود. طبعا احنا في الكريتيكال باث ميثود احنا عرفناها في المحاضره الاولى، هو عباره عن مسار يحوي مجموعه من المهام. تمام؟ اوقات هاي المهام هي الوقت الزمني للمشروع، وبالتالي اي تغيير في اوقات هاي المهام اكيد بيغير في الوقت الزمني للمشروع. تمام؟ طيب كيف بدي احدد الكريتيكال باث ميثود؟ انا كيف بدي اعرف ايش هي المهام اللي جايه في الكريتيكال باث ميثود؟ وهي يعني شغله احيانا تنطلب، يعني حدد لي المهام اللي لازم في الكريتيكال باث ميثود. بالتالي الكريتيكال باث بالتالي ما فيش امكانيه، فيش اللي هو مثلا حاجه اني العب في هاي الشغلات، بالتالي فيش امكانيه نغير اوقات هاي المهام، بالتالي لازم نخلص هاي المهام في الاوقات المحدده لها. تعال من هنا على اللي هو الفورمات، لاحظ هنا من فورمات في اللي هو في البار ستايل، طبعا الفورمات في قائمه فورمات كولومز بار ستايل اند جانت تشارت ستايل. الان في حاجه اسمها بايس بار ستايل، في هنا كريتيكال تاسك. اول ما نضغط على كريتيكال تاسك هنا بيظهر لي مجموعه من اللي هو المهام اللي ملونه باللون الاحمر. تمام؟ وهنا باللون الازرق، اللون الاحمر هنا هي عباره عن المهام اللي بتحدد لي الكريتيكال باث ميثود. لاحظ تالي تعال هنا، هي اول مهمه هي اعمال تبرع للخرسان النظافه، بعد ذلك انتقل لاعمال صب الخرسان النظافه، بعد ذلك اعمال خرسان القواعد. شايف الكريتيكال باث تالي واحد نص يوم، لو صار 2 يوم الكريتيكال باث تالي فتره زمنيه المشروع بتتغير. اعمال تسليح القواعد والرقاب، تالي لو صارت يومين بتصير عندي مشكله. تمام؟ الان لاحظ عندي بعدها اعمال صب القواعد الكريتيكال باث، اعمال اللي هو فك طبر القواعد اوكي الكريتيكال باث، اعمال خرسان الرقاب التنتين اللي هو اعمال الطبر واعمال اللي هو الفك والمعالج التنتين في الباث في الكريتيكال باث. لاحظ الردم المرحله الاولى في الكريتيكال باث. اوكي لاحظ عندي مين كمان؟ عفوا نرجع شوي، تعال هنا. بعد كده بيجي عندي مهمه اسمها هنا، لاحظ اعمال تسليح اللي هو احزمه ارضيه في الكريتيكال باث، اعمال اللي هو صب الخرسانه في الكريتيكال باث، اعمال فك الطوار اللي بتيجي بعد العيد، لاحظ تيجي بعد العيد هي كريتيكال باث. لاحظ هنا بامكاننا نعمل شغله الان، اعمال التسليح واعمال صب الخرسانه. تمام؟ نعمل هنا نعملهم الاثنين عشان نضمن ان نفك الرقاب او نفك الاحزمه قبل العيد. نعملهم هنا ايش؟ اللي هو نربطهم ببعض ب حاجه لو عفوا اعمال خطوط التأريض واعمال التسليح. تمام؟ نربطهم ببعض ثاني، عفوا خطوط التسليح واعمال التسليح. تمام؟ نربطهم ببعض، هم مربوطين ببعض في الاختصار، لكن اظهر لي البار ستايل عفوا الشاش بيت. تمام؟ بحكي لي، لاحظ انت بتحكي له انه والله ما نبداش اعمال التسليح. تمام؟ الا بعد اعمال الطبار وخطوط التأريض. تمام؟ يقول لي والله اعمال الطبار لازم تخلص عشان نبدا تسليح. تمام؟ لكن اعمال خطوط التأريض بحكي لي ستارت ستارت. طيب اعمل لي لاج هنا، لاج -1. تمام؟ -1 لاحظ هيسحب لي الان اللي هو الاعمال هنا يوم. اوكي يعني اعمال التسليح عندي فيها لاج -يوم، ممكن اعملها عشان تظهر معنا -2. اوكي يعني سحبها هنا. تمام؟ الان بتم عندنا لا عفوا اخطاء خطوط التأريض
اللي هي المهمة هاي اعمل لي اياها فينش تشتغل تمام، بس اعمل لي لها سلب 2. اوكي عفوا سلب 2. اوكي تمام. تاني هنا بدنا نسحبها للناحية. طبعا هاي هي خطوط التعريض. طبعا خطوط التعريض هي نص يوم، لكن لاحظ انها احتاجت معايا اسبوع كامل لانه هي ضمن كالندر خاصة اللي هي كالندر المهندس. تمام. بس عندي هنا مشكلة هو ممكن احنا اللي هو اعمال التسليح نجربها. حبة شوي بس عشان هي أعمال التعريض. أوكي إحنا بنسحب أعمال التسليح. أوكي بنسحبها هنا. بحكي لي والله هي ضمن كونسترين معين. بحكي لي لا بدناش كونسترين مؤقتا، عشان بس إحنا نضمن إن هو أوكي تاني. أوكي لاحظ الآن فكينا، يعني نقدر نعمل شغلات كثيره هنا بحيث انه احنا نضمن اكثر وقت محدد. يعني حرام نسيب اللي هو الصبم بالطبار لبعد العيد عشان نفك الطبار نعمل معالجه. في فتره ايام العيد ممكن احنا نبعث اي شخص يعمل اللي هو اعمال المعالجه، لان اعمال المعالجه مثلا ما بدهاش اشراف. اوكي مثلا عندي هاي بالنسبه لي اظهرت المسار الحرج. لاحظ عندي اظهرنا المسار الحرج زي ما انت شايف. بعد اللي هو خرسان مسلحة عفوا بعد خرسان بعد أعمال فك الطوبار لاحظ عندي خرسان مسلحة مادة أرضية، ولكن قبل خرسان مسلحة مادة أرضية تمام تمام هنا هاي بنربطها زي ما حكينا بمين باللي هو الردم المرحلة الثانية. الردم المرحلة الثانية تمام وهكذا. يعني مثلا احنا هنا مهمتنا نشوف الكريتيكال باث، مثل تلاحظ عندي هاي الشغلات برضه في الكريتيكال باث تمام. وهي اخر مهمه وهو هاي اخر يوم في المشروع. هاي عملنا تعلمنا كيف نعمل اللي هو الكريتيكال باث. شفنا كيف ممكن يعني الكريتيكال باث هذا يعني نستخدمه بحيث انه احنا برضه نستفيد من اوقات المشروع. الان في حاجه مهمه، في حاجه مهمه طبعا في المحاضره الماضيه انا هنا اجيت وضغطت كليك يمين حكيت لك والله انسرت كولوم، اضف كولوم بعد ذلك عرفنا ايش هو اللي ايش ضفناه تمام. طبعا ايش يعني ورك ديجرام ستراكشر؟ هاي المحاضره الماضيه حكينا حنحكي عنها. لاحظ انه الليفل هنا عباره عن واحد تمام. الليفل اللي اقل منه اللي هو واحد واحد، بعدين واحد اثنين، واحد ثلاثه، تعال هنا واحد ثلاثه اعمال الحفر، واحد أربعة أعمال خرسانة، واحد خمسة حتشوف اللي هي يعني هي لا هنا كله هي عبارة عن أعمال. طبعا هنا كانت يعني ديفولت هنا لاحظ واحد أربعة واحد خمسة واحد أربعة ستة واحد أربعة سبعة. يعني المستوى الأول يعني اللي هو المشروع واحد، الليفل اللي بعده بصير عندي واحد واحد وواحد اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة أند سو أون تمام. يعني الليفل اللي بعده بصير واحد اثنين واحد، يعني عندي اجتماع اداري هو الليفل تمام، لكن الليفل اقل منه واحد اثنين واحد، اجتماع اداري واحد اثنين اثنين. طبعا هنا هي برضه عباره مش ليفل تمام. اعمال التحضير كلها هي واحد 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 واحد. اوكي فهمنا يعني واحد اثنين مثلا اعمال حفر تمام. اذا واحد هو المشروع، المهمه الثانيه في المشروع اعمال الحفر والردم، المهمة الثانية في المشروع لها ثلاث مهام اللي هي واحد اثنين واحد، واحد اثنين اثنين، واحد اثنين ثلاثة. هذا اللي هو المقصود بالورك بلان استراكشر. الآن في شغلة حكيناها قبل شوي، احنا أظهرنا الكريتيكال باث ميثود. أوكي احنا أظهرنا الكريتيكال باث ميثود. في حاجة الآن بدنا نظهرها اسمها المخطط الشبكي. المخطط الشبكي بنيجي هنا على تاسك، من تاسك على جانت تشارت، تعالي على النتورك دايجرام. على النتورك دايجرام لاحظ هنا الان هاي النتورك دايجرام عندي المشروع باسم المشروع. لاحظ الان اعمال التحضير طبعا بنفس الطريقه، اي حاجه هنا باللون الاحمر بتكون ايش اللي هي ضمن الكريتيكال باث ميثود. اوكي هاي اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو يعني المخطط. بالتالي
هدف من مخطط الشبكه الكريم. في اول ما تدخل مكتب الامازون بتلاقي لوحه ورا ظهره او قدام عينه وعامل عليها المخطط الشبكي، تمام؟ ايش بيكون عليها؟ اليوم قديش التاريخ كومبليتلي. طب ايش يعني كومبليتلي؟ تعال نشوف بس قبل ما نخلص كومبليتلي ايش يعني كومبليتلي. لاحظ هنا في عندي في 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 تاسك شيدول في 0% 25% 50%، اوكي؟ مثلا انا يعني حكينا انه والله مثلا عندي هنا اللي هو اعمال التسليك، مثلا احنا خلصنا منها 75% 75%، وجينا اليوم اظهرنا المخطط الشبكي، تمام؟ تعالي على اعمال التسليح هنا، اعمال التسليح، هي اعمال التسليح طبعا في اللي هو السقف، عفوا احنا وين بنعمل هنا؟ افترض انه هاي هي تحديد الحديد، خلصنا منها 75%، تعال على اللي هو النتورك دايجرام، تعالي على تفريد الحديد، لاحظ مش كاملة، تمام؟ بطلت كاملة تفريد الحديد، تمام؟ أوكي؟ يعني بدأت وخلصت توداي لكن ما تمتش صار عليها خط، أوكي؟ الآن في كمان شغلة في الريسورس، لاحظ هنا في خانة اسمها الريسورس مش معبية، المحاضرة القادمة إن شاء الله حنعرف كيف تتعبى، تمام؟ هاي اللي هو حاجة اسمها إظهار المخطط الشبكي. الآن تعال هنا على جانت تشارت، تعال عفوا على جانت تشارت، في حاجة الآن نشوف هنا إيش في ضيف لي وإيش مش مضيف، تمام؟ تمام هنا. الآن أول حاجة العمود الأول ورك داون ستراكشر، الثاني عمود ملاحظات نوت، تمام؟ الثالث التاسك مود، هل هو أوتوماتيكلي ولا اللي هو لاحظ مانوال تشيدول ولا أوتو تشيدول؟ إحنا شغلنا أوتو تشيدول. ثالث رابع عمود تاسك نيم، تاسك نيم اوكي. بعدين الديوريشن اللي انت بتدخل جزء منها وجزء منها بينحسب حساب، تمام؟ جزء منها بينحسب حساب، تمام؟ في عندي بعد ذلك اللي هو تاريخ البدايه وتاريخ النهايه، عمود لتاريخ البدايه وعمود لتاريخ النهايه. الان هنا زي ما انت شايف في حاجه اسمها يعني المهمة السابقة، تمام؟ بالتالي لاحظ عندي هنا في هنا مهام سابقة، هنا في مهام سابقة، وبالتالي هذا العمود ممكن احنا نعمل له هيد كولوم، تمام؟ او خليه، تمام؟ الان في العمود اللي هنا هو الريسورس اللي انت عبرت اللي انت دخلت، تمام؟ كيف هنستدعيهم المرة الجاية؟ او كيف بدنا نضيف اعمدة؟ هاي حاجة اسمها اد نيو كولوم، اد نيو كولوم. طبعا ممكن احنا هنا نضيف مثلا مجموعه من الاعمده، مجموعه من الاعمده، مثلا في اعمده تكاليف، في اعمده اللي هو انتهاء المهمه او عدم انتهائها، اوكي؟ مثلا انا عندي هي عمود الكوست، تمام؟ في عندي عمود اللي هو بعدها، اوكي؟ عمود اللي هو مثلا في عمود ضفنا الكوست، ممكن نضيف اللي هو الكونسنتريم ديت يعني تاريخ القيد، كان في يعني بعضهم في عليهم قيود، تمام؟ يعني تاريخ المهمه لاحظ، تمام؟ في هنا مش مضيف لسه، اوكي؟ بالتالي في هنا قيود تم اللي هو اضافه اللي هو تواريخ مهام، عفوا في مهام تم اضافه تواريخ قيود، اوكي؟ هيك احنا بنضيف الاعمده. في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنحكي عن تنسيق تشارت، الجانت تشارت، هنشوف شوية تنسيقات في الجانت تشارت، طبعا هي من قائمة فورمات، وهنشوف اللي هو استدعاء الريسورسز، وحتكون إن شاء الله هي المحاضرة الأخيرة في اللي هو المشروع. بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.